شكرا دكتور احمد. انا بعتبر الوقت هيبقى قد ايه تقريبا؟ نص ساعة مثلا، ساعة الا ربع، ساعة الا ربع. ساعة الا ربع. طيب اوكي. السلام عليكم. انا ان شاء الله هعرض الاول كده حالة سيمبل لل دي بيس ميكر امبلانتيشن، وبعد كده هعرض يعني حالات حصل فيها كومبليكيشنز، عشان دي الحاجات اللي احنا يا رب يعني كلنا ما نقعش فيها، بس ضروري ان احنا نشوفها ونبقى عارفين شكلها ايه. ممكن حاجات كنا بنسمع عنها او كومبليكيشن ما حصلتش معانا وبنسمع عنها، فتبقى كويس ان احنا نشوفها بعينينا ونشوف ايه التصرف. اولا بالنسبه لما نحب نرتب دي في اي او دي في بيس ميكر امبلمنتيشن، محتاجين اوضه قسطره كويسه، او لو احنا في مكان بعيد ممكن اوبريتنج ثيتر عادي، بس يكون في سي ارم يقدر يروح ار اي او ال اي او، ده ان كيس لو حاله امرجنسي او احنا في حته نائيه ومحتاجين نعمل امبلانتيشن للبيس ميكر. وطبعا لازم يكون في اي سي جي كلير وتوصيلات كويسه عشان خاطر نعمل تيست كويسه اثناء الامبلانتيشن، ولازم يكون في ترين ستاف نيرسز والفني يكونوا فاهمين يعني اهميه الانفكشن كنترول، وان وازاي طريقه التحرك في الاوضه، وان هم لازم يبقوا عارفين ان الموضوع مش موضوع مش اكنها اثار عاديه زي الكوروناري والشغل العادي اللي بنشتغله. اهم حاجه قبل ما اعمل طبعا الحاجات العاديه ريتين كونسنت، ادي انتيبيوتكس، بعمل شيفنج، مهم ان انا اعمل شيفنج مكان هحط فيه هعمل فيه امبلانتيشن، ويبقى عندي اي في كانيولا يعني ناحيه المكان اللي هزرع عليه. وطبعا لازم اخد اهم حاجه بقى من النقط المهمه جدا قبل التحضير بتاع البيشنت، لو ماشي على اورال اكسس اجريشن، وده موقف احنا بنقابله مش قليل. لو البيشنت مركب فالف ميترال فالف او اورتيك فالف وجايب كومبليت هارت بلوك، او بيشنت اي اف ومحتاج يركب دي في اي، فدي نقطه مهمه جدا موضوع المانجمنت اوف اكسس اجريشن. وان ذا باست الستاندرد براكتس كانت ديسكونتينيو الماديفان، وبنعمل بريتش باللو موليكولار ويت هيبرين، بس لو ان برضه الريسك اوف هيماتوما بيبقى عالي جدا. دلوقتي حاليا ريسنتلي ذير هاز بين انكريز انترست ان بيرفورمينج ذا بيس ميكر امبلانتيشن وذاوت ريفرسال اوف انتي كواجيليشن. This practice was associated with lower risk of post-operative bleeding and shorter hospital stay. طبعا patient assessment لازم ناخد بالنا، مش عارف ان patient مركب رايح راكب سميكر ادخله عمياني كده وانا مش عارف ايه قصته. لازم بقى لو هي patient مركبه كانت عامله فايبر ماستكتومي، او ده بيفرق معانا في السايت اوف البلانتيشن. انا عاده بنزل على الليفت سايد. ليه بنزل على الليفت سايد؟ لان معظم الناس بيبقى ايمن، فبيستعمل دراعه اليمين، فبنخلينا على الشمال عشان خاطر نقلل الانسيدنس اوف ليد ديسبلاسمنت او اي حاجه من الحاجات دي. لكن لو هي عامله ليفت ريست ماستكتومي بنزل على الناحيه اليمين. لو حد عنده عمليه او حاجه في دراعه اليمين يبقى يفضل نزل على الناحيه اليمين لو هو بيستعمل دراعه الشمال اكتر. الحاجه الثانيه لو عنده تراكاس بتضاف دي سيفير ريجيرش، ده بيفرق معانا برضو. لو في سبليفيان انوميز انا كنت عاملها عارفها قبل ما ندخل، ولو ان دايما ده بنكتشفه اثناء العمليه. في اوضه القسطره زي ما قلنا بروبر سيناريزيشن، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، ولازم يا اما يكون النيرس اللي معاك مدرب للقصه دي، او الاوبريتور يعملها بنفسه، لان في الاخر دي حالته هو اللي مسؤول عنها مسؤوليه تامه. لو حصل انفكشن او حصل حال اي حاجه هي في وشه هو، وهو اللي هيشيل الكومبليكيشنز بتاعتها. يعني حاجات من نقط من الواقع يعني. لوكال انستيزي طبعا بندي هنشوف بقى الانستيزي بتاعته ازاي، ويفضل لو انا اقدر ادي كونشس سيديشن خفيف عشان مش محتاجش تخدير، لكن كونشس سيديشن عشان العيان ما يتضايقش. بس طبعا باخد بالي برضو ان ما فيش ما يبقاش تقيل قوي عشان الاوكسجين ساتوريشن والكلام ده. دي الترابيزه اللي انا ببقى محتاجها، يعني هي بتبقى مينيمال سيرجيكال تري، مقاسات وماسك غرز ونيدل هولدر والحاجات البسيطه بتاع اي مينيمال سيرجي. وطبعا لازم يكون في الاوضه بروجرامر عشان خاطر ده انا هستعمله اثناء التركيب.
ده الهدف بتاعي يعني. انا بالنسبه هم لسه ما فيش اي معلومات عن البيس ميكرز، ده الهدف بتاعي. ادي الفي جي اي وعندي البطاريه بتاعته جنريتور، وعندي بيدخل من ساب ريجن بيدخل بالار بي، والدي دي دي ببقى محتاج الليد في الار بي والليد في الار اي في الرايت جيت. ده برضو فاينل بالنسبه للدي دي اي، ده الفاينل ريزلت انا اللي عايزه، يا اما بحط الار بي ليد في الار بي ايبكس، وهنا منظره بيبقى في الار اي او بيبقى نايم كده تحت بمنظر يعني معروف، وبيبقى باين لو احنا شغالين ولقيت المنظر ده مطمن ان المكان ثابت وحلو، وده في ال اي او. ولو انا حاطه سيبتم برضو، السيبتم بيبقى في الار اي او بيبقى طالع في الهاي سيستم كده وباين في الاناتومي زي ما دكتور هاني شرح لنا، في ال اي او بيبقى كده. طبعا هنا في كل سايت ليه ميزه، الابيكال سايت بيبقى مور ستيبل، لكن السبتال بيبقى مور فيسيولوجيك، وبنلاقي كيو ار اس نارور عن لو احنا زرعناه في الابيكس. برضو دي حاجه مش يعني بنقررها اثناء العمليه، لو عيان هيبقى بيس ميكر ديبندنت ومفيش انتنسك خالص، وانا شاكك ان السيبتا السايت مش ثابت، يبقى يفضل ان انا احطه ايثيكال يعني، حتى لو يعني ايه، خصوصا لو الاجكشن فراكشن كويسه والار بي بيسنج مش هي ديتيريوريت الاجكشن فراكشن. ده اللي منظر الفيس ميكرز، البطاريه اللي ما شفهاش قبل كده، دي البطاريات الدي بي اي، دي الدي بي دي، ده منظر الليد. الليد كان زمان فيه الباسيت، بيبقى فيه زي مسامير طالعه كده، هي مجرد ما بدخله في الار بي، هي طبعا مليانه تراكيليشن، فانا بروح جاي وحشره كده في المكان اللي انا هحطه فيه، وهو بيشبك بالهوكس اللي طالعه منه. اما حاليا دلوقتي كلنا بنستعمل الفيس كرو، ده الاكتف اكتيشن، بيبقى من الليد من بره، في انا بغلفه من بره، والسكرو يطلع واحدة واحدة، المفروض يطلع حلقتين أو ثلاثة حسب الشركة، ويبان في ويشبك في المايكر. ده حجم البيس ميكر، ادي الفي دي اي، ادي الدي دي بي، وده اللي بنسميه المفك اللي بنثبت بيه الليدز. يعني هو الكلام ده ممكن يكون بسيط يعني حاجات، بس احنا قلنا ايه الستبس من اولها كده، بنجيب البيس ميكر من اولها. الامبلانتيشن طبعا زي ما دكتور هاني برضو قال، احنا عندنا لازم نجيب سنترال فينس اكسس، عندنا ساب ليفل ده الموست كومن اللي بنستعمله، وممكن نعمل كيفاليك فين كات داون، ده انا لازم افتح الاول واروح جايب فاتح الكيفاليك فين واروح مدخل فيه الواير، اما ساب ليفل فين فانا بعمل بانشر قبل ما افتح. المفروض بعد ما اجيب ساب ليفل فين بعمل تو بانشر، بدخل تو وايرز في ساب ليفيان فين وببدا اشتغل. احيانا بيبقى صعب البانشر، ممكن تكون صعبه، في تكنيك انا ممكن اعمله ان انا وانس ان انا جبت اكسس واحد بدخل عليه شيز، ومن الشيز ده اروح مدخل تو وايرز، ومن تو وايرز اروح ساحب تاني شيز، اطلع كده ليا تو اكسس. طبعا عيب القصه دي ان انا بدخل التو ليد من نفس الفتحه، فدي برضو بتبقى ظريفه، بس دي لو انا اتزنقت في العمل. نبدا بقى هنا الكلام الجد. ادي هنا عندي البيشنت نايم وراسه فوق وبطنه تحت، هنا ادي كلافيكل، انا بالفانكشن بعملها فين، باجي على تو الميديال تو ثيرد اوف ذا كلافيكل وافصل عن لاترال وان ثيرد، واروح نازل بالبلدي كده صوبع، بنزل صوبع واحد تحتيه واعمل الفانكشن في الحته دي. باين هنا المكان برضو بتاع السبتيفيان لين الاند بتاعه في الاناتومي، وهنا ده كنا عاملين فينوجرافي، وباين ان هنا ادي الاجزاء دي فين اللي بقى سبليفيان، وادي الكيفاليك فين اللي انا بعمل عليه كات داون لو انا هاخد الابروتش ده. ده فينوجرافي بقى الثاني هنشوفه. ده كات داون، انا ما عرفتش حاجات ليه ان احنا ما عملناش حاجات كات داون، بس هنا اهو ادي بعمل كات داون، وادي الكيفاليك فين بطلعه، ودايما البلاستيكه الصفراء اللي بلاقيها في العلبه بتاعت البيس ميكر اللي احنا ما بنستعملهاش دي اللي بقدر بيها افتح الفالج بين وادخل الواير. صوتي واضح او الصور واضحه ولا ايه؟ ممكن حد يقفل لي؟ صوت حضرتك واضح يا دكتور والصور واضحة. واضح يا شريف، مفيش مشكلة، لا كله تمام. اوكي. هنا همشي بسرعه بقى في الحاله دي عشان انا عايز اوريك حاجات كتير كومبليكيشنز.
دي حاله ستريت فورد، ادي طريقه ان انا بدي زي زي اللوكين الاول، بشوف المكان، ادي حاطط ايديا على السبتوستينال نوتش والايد الثانيه ناحيه الميديا تو سايد اوف ذا كلافيكل، وبنبدا ندي الانستيزيا، بدي في البوكت وبدي مكان افتح السوري. هنا اول بانشر اهي، ازاي بجيب البانشر بالظبط؟ ايدي على السبتوستينال نوتش والثانيه عند الميديا تو سايد، بنزل صوبع وببدا. ده طبعا اهم حاجه، عيني على الفلورو واخد بالي كويس جدا من ان انا اكون حريص جدا عشان كومبليكيشن زي النيوموثوراكس والحاجات اللي ممكن تحصل. ادي البنكتشر الاكس اهو، هدخل الواير. الواير طبعا لازم اكون شايف كويس جدا الواير رايح فين، لانه ممكن بكل بساطه يطلع فوق اهو. هنا هنلاقي الواير اهو، بس الفيلم اتاخر ده اهو بيطلع. لا على فكرة، فانا ببدا واحده واحده، انا مانيبيوليت لغايه ما اطمن ان هو هينزل تحت على الرايت، يا اما بينزل على تحت حط في رايت ايفريم او في الانفيريور بينا فيه. بعد كده بعمل البوكت، بدي بنج تاني عشان العين ما تتوجعش. بعد ما اجيب التو بانكتشرز يفضل ان انا استعمل المشرط في الفتحه بس الاولانيه، ويفضل الفتحه تبقى 1 انسيجن كده تك، اروح فاتح وما اقعدش بالمشرط افتح، لان دي حركه مش لطيفه بتزود البليدنج. هي واحده بس، وبعدين بعمل بلانت. ببدا اعمل البوكت بلانت كده الاول، برضو المقص مش مستحب قوي غير يعني لو انا حريص جدا وشايف. وبعد كده بيفضل ان انا اعمل بلانت ديسكشن يوزنج ماي فينجر. هنا اهو يعني عشان اهو بعمل البوكت الاول، البوكت من تحت بسلكه، بوصل لغايه ما اوصل للماسلز، وبعدين ومن فوق الشفة اللي فوق بعملها بس افتح فتحه صغيره فيها عشان اعرف اخد غرز واثبت. هنا اديني شايفين البوكت اهو كويس، واخد لو انا هعمل دي دي اي او دي 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 يبقى يعني عقلتين صباع يدخلوا لجوه بالعرض، لو سي ار تي يعني اوسع سنه، اما لو اي سي دي بتبقى حاجه أعلى. برضو يفضل ان انا اعمل هيموفتيزز، يعني كان في بيدر الكوتري عادي بنقفله وبنطمن ان كله تمام. وبرضه ناخد بالنا الكتر ان انا اتاكد، والمساعد بتاعي يحط ايده وصبعه، الكلام ده كله بيفضل يقل عشان تو ديكريز ريسك اوف انفكشن. نيجي الخطوه الثانيه، بوزيشن اوف الاتر اند فيتريكال ليدز. هنا بستعمل سبيشال فيل اواي، بعدها بحط شيس وبدخل على الليد. طيب برضه عشان النقطه دي فاهمينها، ليه انا بستعمل فيل اواي شيس اللي هو ده؟ لان انا لو انا استعملت شيس عادي ورحت مدخل الليد وثبته، اجي بعد كده اسحب الشيس هيروح واخد الليد وطالع، لان ما فيش يعني الليد اكرو ما ينفعش يعدي في الشيس. عشان كده هم اخترعوا موضوع الشيس اللي هو بيتقشر من على الليد. هنا اهو ادي اول ببدا بالار جي ليد، بدخل الفيل اواي شيس اهو واحده واحده، ولازم اكون شايف على الفلورو لغايه ما اضمن ان احنا وصلنا تمام. وبعدين بتطلع الدايليتور الواير وادخل الار جي ليد، ببدا بالار جي ليد بدخله برضو اندر فلورو عشان اشوف انا رايح فين. بطلع الستايلت، الليد بيبقى جواه ستايلت، الستايلت ده هو اللي بيخليني اقدر اعرف اتحكم في الليد. فاول خطوه بطلع الستايلت اللي احنا شايفينه ده واعمل له كيرف. الكيرف ده ايه الغرض منه؟ ان انا اروح مطلع الار جي ليد اروح مدخله في الار جي في الاوت فلو تراك. هنا اهو، وباخد بالي وانا بدخله عشان الكيرف ممكن يروح، الكيرف ما يرضاش يعدي في الفيلاوي شيس ويروح جاي ناطر الليد بره، فلازم اروح انا مزقه واحده واحده عشان خاطر ما ينطرش الليد لبره. وهنا ادينا شايفين على الفلورو الكيرف الستايلد كيرف بيروح واخد الليد ومدخله، واروح انا مانيبيوليت بالهداوه كده واروح مدخله في الاوت فلو تراك. بعد كده بروح واخد بطلع الفيل اواي الستايل سوري الكيرف، واروح مبدله بستايل ستريت. الستايل ستريت اول ما يدخل اسحب واحده واحده يروح جاي، هيروح نازل وهيروح ساقط على في الار بي ايبكس. انا بقى وشطارتي ممكن اعمل كيرف صغير، الكيرف ممكن الستايل اعمل كيرف صغير في اخره لفوق لو انا حبيت ان انا اوجه
الليد للست. هنا انا حطيته في الـ يعني في الـ ده البوزيشن اللي هي في الار بي اي. طبعا الحركات العنيفه دي برضو مش مستحبه لان ممكن يعمل لي كوتوريشن بكل بساطه. وهنا دي بوزيشن لو انا حبيت احطه في الار بي في الابر سيبت. وزي ما اتفقنا دي انا شايفين هنا الـ في الـ في الار بي ايبكس بيبقى نايم بيبقى فيري ستيبل، بس طبعا نوت فيسيولوجيك از في السيستم اللي انا برضو هنا بقى لو انا هسيبه هنا لازم اطمن ان ستيبل وان قرايته كويسه وان السكور راكب كويس عشان خاطر ما ليش قرايه واعي. بعد ما بطمن الخطوه دي انا ممكن اعملها قبل او بعد، يعني ممكن اعملها بعد ما اثبت الليد او قبل ما اثبت الليد. لو لقيت ان في بليدنج جامد بروح شايل الشيس وخلاص. اما لو انا الفانكشر بتاعتي كانت غلسه او طبعا هي لو الليد دخل بصعوبه لازم اتاكد برضه، دي نقطه مهمه، ان الليد ما بيحطش في الكلافيكل، لان لو بيحط في الكلافيكل لازم اغير الفانكشر لان ده ممكن يعمل بعد كده ليد فراكشر. اما لو هو بيدخل بصعوبه عشان العين ماسكرر ساعات في عينين كده عضلاتهم ناشفه والتحرك بيبقى فيه صعب، فيفضل اسيب الشيس عشان اعرف انا مانيبيوليت الليد كويس وابدا واحده بعد وبعد كده ابقى اشيله في الاخر. اما لو لقيت الليد الشيس بيجيب دم كتير فبشيله خلاص. بعد كده هنا بقى ببدا بعد ما فتحت وحطيت الليد في مكانه ببدا اتست. لازم يكون عندي في كابل قياس بيتوصل للبروجرامر، لو ما عنديش بروجرامر ممكن اصرف نفسي ببطاريه تيمبو بيس ميكر دقيقه قوي يعني، بس على الاقل بتساعدني ان انا اشوف الثريشولد. دي المعلومه اللي هي في البيت. انا ده طريقه ازاي بوصل ده هنا انا بوصل عشان اتست الليد باي بولر. اما لو عايز اتست الليد يوني بولر بوصل بخلي الاسود مكانه واروح جاي الاحمر ده الطرف الاحمر اروح موصله يا اما بالسلك الثاني اللي طالع، او لو انا كنت بعمل في الرايت اتريوم اروح مدخل ارتري جوه الجرح واروح مشابك المقص المشبك ده الاحمر على الارتري. هنا ادينا بقيسه وخلاص. هنا ده مثال الار بي ليد تيستنج. هنا هنبدا نوصل، المفروض ان انا وصلت كده وبدانا التيستنج اهو. لو تاخد بالك هنا ده الكيو ان اس كومبلكس جميل ورفيع اهو، لان انا كنا هنا كان محطوط سيبتال وبننزل واحده واحده ده لغايه ما ايه اهو اوكي لغايه ما هنا بنعرف لو احنا مثلا 1.5 1.5 4 3 1.1 1.2 1 وقع يبقى ده الثريشولد از 1.1. اطمنت ان قرايتي كويسه وان الثريشولد كويس. طبعا انا مش لازم يبقى اخد فاكت الثريشولد قبل ما، لان انا السكور ما بيبقاش لسه طالع، فهنلاقي الافيدس ممكن ما تبقاش الرقم اللي انا عايزه اللي هو من 200 ل 1200. ممكن الاقي السنسي مش قد كده، بس على الاقل ببقى مطمن ان القرايات تقريبا كويسه. لكن لو لقيت مثلا ثريشولد 4 5 يبقى اساسا نو نيد ان انا اطلع السكو واجرب المكان ده، ويفضل ان انا اروح مكان تاني او اعدل هنا بقى. خلاص اطمنت ان انا في مكان كويس. ده طريقه ان انا بطلع السكرو، بطلعه واحده واحده بقى ماسكه بطريقه معينه عشان ما يقعدش يهتز مني. بطلع السكرو ما اقعدش الف بسرعه كده تكتك، لا 1 2 3 4 لغايه حوالي بيبقى 16 17 18 معظم الشركات بتبقى كده. والمفروض هيبان لي على ال ال على الفلورو السكرو وهو بيطلع. ايوه اطمن ان بدا يبقى في ريزيستنس وبدات ترجع من الناحيه الثانيه. اطمنت ان احنا تمام. بعيد القياس تاني واطمن ان الايرادات كويسه. هنا بقى طالما طلعت السكرو لازم اطمن ان الامبيدنس كويسه، ان السنسنج كويس، وان الثريشولد كويس. احيانا اول ما بطلعه بلاقي الثريشولد عالي رغم ان انا طلعت السكرو ده، بس بيبقى لسه انفلاميشن اول ما السكرو بيطلع. يعني ممكن ابقى انا مثلا قاري قبل ما اطلع السكرو اصلا الاقي ان الثريشولد 1.1، اجي اطلع السكرو الاقيه بقى 1.4 1.5. ما اقلقش ممكن اسيبه في مكانه وابدا اشتغل في الار اي دي، وبعد 10 دقائق بيبدا الكورتيكوسترويد اللي على السكرو طلع وبيبدا الانفلاميشن يقل وبلاقيها ان هي اتحسن. هنا بيبقى في حاجه اللي اسمها سليب اللي على الليد بدخلها وبروح اشيلها كده اسد بيها المكان اللي طلع منه الليد عشان لو في بليدنج، وبروح واخد غرزه زي ما احنا شايفين
عادة بيبقوا ثلاثة ما عدا بايوترونيك، بيبقوا بيبقى في بس تو جروبز، بياخد بايوترونيك تو جروبز، الباقيين بيبقوا ثلاثة سواء سانت جود أو ميترونيك، وبوسطن أي ثينك برضه اثنين أو ثلاثة. ده يعني طريقة الغرز، ده شغل واحدة واحدة يعني. فهو بطمن ان هو تمام، ده هو طول ما انا شغال لازم اخد بالي ابقى فيري كوشس، عشان وانا باخد الغرز دي ما ابقاش عنيف ويروح مشدود مني. الار اي ليد، سوري بقى هنا هنعيد تاني. الار اي ليد دي بقى خلاص انا خلصت الار اي ليد، بدخل الار اي ليد بنفس الكلام، بس الار اي ليد ليه بري شيبد ستايلد، بيبقى جي شيبد كده على طول، هو ثابت انا بدخله وبروح يبقى ساقط في الانفيرير فينا كيف او في الار بي، بروح مدخله واروح ساحبه مداخل السايت لغايه الاخر واسحبه يروح الجي شيب، واخده ومطلعه في الابندج، ممكن ما تظبطش والاقيه يروح مخبطه في اللاترال وول او يروح طالع لفوق. لازم اهم حاجه ان انا اعرف ان هو في الابندج ازاي، بلاقي علامه مساحه العربيه ان هو الوينشيلد موفمنت، الاقي الليد رايح جاي كده. وانس ان انا اطمنت وقست وبتاع، في بقى تيست بعمله ان انا زي ما احنا هنشوف هنا، بمسك الليد كويس جدا واروح ساحب الستايلت، ولازم اشوف المنظر ده ان الليد، الحركه دي بتطمني ان الليد ماسك كويس جدا. الرايت اثر ليد يعني عاده بنقيسه يوني بولر، لان لما بنقيسه باي بولر بيبقى يعني هو المفروض ان انا اعرف اشوف لو السيجنالز كويسه جدا والسيت اب كله تمام، المفروض ان انا اعرف، بس يعني لو الدنيا في شويه انترفيرنس ممكن ما اعرفش، فساعتها بقيس يوني بولر. ده زي ما احنا هنا شايفين ادينا عامل يوني بولر، عشان كده السبايك واضح جدا، بنبدا ننزل 4 3 2 هنا اهو 1 لغايه ما السبايك لسه كل سبايك بعديها في ويف، كل سبايك بعديها في ويف لغايه ما ستيل شغال لغايه هنا خلاص مفيش، والبي ويب بقت ظهرت لوحديها، فكده انا بعرف الثريشولد من هنا برضو بدون ممكن قطع اعرف. كلامك يا شريف، اوكي هو عادة انت لما بتقيس البيسنج ثريشولد في الاي تي ام ممكن ما تعرفش تميز البي ويف على المونيتور. يعني يمكن انت هنا عارض الحقيقة ريكوردنج، الحقيقة ما شاء الله حلوة قوي، لكن الحقيقة ساعات الريكوردنج ده ما بيبقاش موجود في كل الاماكن، فانت مظبوط. بتضطر انك تعتمد على البروجرامر ان هو بيعمل بيسنج وانت بتشوف اللوس اوف كابتشر. فلما يحصل لوس اوف كابتشر ويحصل سبونتينيوس ايتريال اكتيفيتي تبقى سنسد بالليد، فيعمل لك العلامه بتاعت الايتريال سنسنج، فتعرف انك لوست الكابتشر. اوكي مظبوط، ده كلام حقيقي. لان مش فعلا يعني مش بتضطر تعتمد على كده، لانه في اوقات كتيره قوي انت ما بتعرفش تميز البي ويف او ما بتبانش قوي في المونيتور، دي مضطر نقطة انك تستخدم الموضوع ده. البروجرامر. ايوه فعلا، ان انا البروجرامر ممكن يجيبني، لان فعلا السبايكس ممكن ما تبقاش ظاهرة على المونيتور. تمام. هنا يعني اكزامبل اخر برضو اهو، تست برضو هي برضو السبايك بعديها فيوز، بس هي الصورة هنا مش واضحة قوي، وهتفضل ادي الاهو لغايه برضو ما هتيجي واحده اهو سبايك بعد كده. وانس ان انا شفت وان سبايك، يعني ساعات بيبقى ايه يعدي ثلاثه اربعه لغايه ما تيجي واحده وتروح وقع، بيبان هنا ساعتها ان خلاص وصلت هنا سبايك برضو. بس هنا المفروض يعني التست ده مش مظبوط قوي، لان برضو المفروض ابقى عامل هنا خلاص بقت تقع، بس المفروض هنا اسرع الريت شويه عشان خاطر اعرف اشوف السبايك والبي ويفز ما تبقاش هاديه، هنا كانت هاديه شويه. ده المنظر الاخير، ان الفاينل ادي الار اي ليد حلو، والار بي ليد هنا في الهاي سيبتال دي هنا بقى خلاص. وده برضو ده هنا ده هنا انا كنت بقول بس ازاي انا بوجه الار اي ليد، بحس ان انا اروح شابكه في الرايت اتريوم اهو، الجي شيب ستايلت محطوط وبسحبه واحده واحده. هنا هو كان واقف في الار بي بقى،
فبسحبه واحده واحده. طبعا برضو لازم ابتدي كوشوس عشان خاطر ما اغورش حاجه برضو معين. في الحالات دي ممكن اغير بقى، هما بيجيبوا كذا كذا في الشيب ستايل، انا برضو او هنا اللي بقول على الفاضي يعني، عمل الجي شيب على الفاضي على الهواء جوه مش داخل في الابندج، ممكن هو اعمل ايه قفل بقى؟ على نفسه ورجع تاني اس في سي. اه بالظبط. آه ممكن انا ساعتها اغير يبقى في كذا مقاس للجي شيب ستايل ده. آه لو انا في بيبقى واحد ستاندر اكوردنج بقى، ممكن اروح واخد واحد اقصر شويه، يعني هنا انا حاسس ان هو طويل وغلط كده وداخل عمال يشبك في الار بي، فانا واحده واحده ايه بروح مانيبيوليت كده بالهداوه. اه يعني اهو برضو اه هنا اعتقد لا برضو لا لسه اه ايوه ده كده هو على ال على اللاترال وول. على اللتر الأول. اه فطبعا ما كانش كويس، وهنا برضو لسه لف على نفسه ما دخلش، شكله مسافر في الاخر تقريبا. انا كنت حاططها بس دي عشان خاطر ابين ازاي انا ما بين شريف عايز الموبايل. أسألك سؤال، اتفضل. امتى تلجأ ان انت تركب في اللاثر الأول؟ في حالات الجراحة اللي عاملين اوبن بالظبط. هارت اه عادة بيبقوا فاتحين اصلا الابندج، فانا ساعتها ما بيبقاش فيه، فيفضل ازرع على لاترال وول عشان ده بيبقى افضل مكان احط فيه سكرو وابقى مطمن ان هو كويس. تمام. طيب وهل مثلا لو انت حاولت تعمل مانيبيوليشنز كتير قوي عشان تدخل الليك في الرايت اتري الابندج وفشلت، هل فعلا ممكن تركب في لاترال؟ ايه رأيك؟ لو هو لو ولو لو هو مش عن اوبن هارت والابندج موجود وانا عارف اه اه الحاله، اه اه ممكن بس انت مش احيانا عارف. ممكن يعني واي نوت يعني، بس بقى متاكد بقى ان القرايه كويسه والستابيليتي بتاعته ان هو وانه اللي ثابت. كويس. اه اه تمام. بس بقى طالما موجود يعني اتعب نفسي شويه، يعني ايه ما تبقاش القرار ما يبقاش ايزي يعني ان انا كده ما خلاص خدهاش من عملت. قصيرها قصدك. اه بالظبط. بالظبط. تمام. آه وبعدين بوكيت كلوجر خلاص بقفل بقى البوكيت، يا اما بقفله عادي يعني دلوقتي ترى ان احنا بنقفل ساب بوتيكولر عشان عيني بقى خارج كده بخط واحد، وده الحاجه اللي بتفضل العين بتفتكرها. لكن طبعا لو انا شاكك فيه هيماتوما او ان ممكن عندي متوقع يحصل له هيماتوما، يبقى لازم اقفله انتربتد عشان خاطر لو حصل فعلا هيماتوما اقدر ان انا اقص غرزه او اتنين واروح مفضي الهيماتوما. بعد ما بخلص لازم يكون البروجرامر موجود معايا، وبوصل البطاريه بالبوليز واحطها في البوكت، وقبل ما بقفل بروح جايب مغطي بقى الكلحه خالص، وجايب فرش جديد خالص وحطه، وجايب الواند بتاع البروجرامر. انا ممكن باي ذا واي معلومه ان انا استعمل مثلا الكابل بيحكمني، الكابل الاياس هو اللي بيحكمني بالبروجرامر، يعني لو استعمل كابل اياس الكترونيك لازم معايا بروجرامر الكتروني، كابل سانجود بروجرامر سانجود. لكن حتى لو انا هركب بطاريه ثانيه، لكن البطاريه طبعا لازم بروجرامر بتاعها، يعني هركب مثلا من بوسطن يبقى معايا البروجرام بتاع بوسطن، بجيب الواند وبحطه على الجرح، و بنقيس بقى بنعمل بقى فول تيست البطاريه، وزي ما شايفين هنا بطمن ان السنسنج كويس سواء الار اي او الار بي، بطمن ان الليد امبيدنس كويس، بلاقي ان الريسبونس تاني كويس والثريشولد تمام. وقت اطمنت الكلام ده كله ببدا اعمل البارامترز بتاعتي على طول. عاده في الاول بس بخلي البارامترز عاليه شويه لغايه ما الليد يلحم، وبعد كده في الفولو اب او بعديها بشهر بقلل القياسات. يعني دي حالات يعني هنا افلام كده كنت ببين جديد كده. انا هجري بقى في الكلام ده عشان انا ندخل بقى على السبيشال سيتويشن وبعدين الكومبليكيشنز. طبعا اهم حاجه برضو بعد ما العيان يخرج بنبه عليه على 3 حاجات مهمين جدا. الانتي بيوتكس دي مهمه جدا جدا جدا، لان النايت مير بتاعنا هو الانفكشن، لما يحصل
بيس ميكر انفكشن ده كابوس، كابوس بمعنى الكلمه، حاجه يعني ربنا ما يوقعناش فيها خالص، والحمد لله ربنا معافينا فيها منها بالانتيبيوتكس، بالتعقيم بتاع القسطره، بالحرص الشديد، بان انت تبقى ممرن التيم بتاعك كويس جدا. الحاجه الثانيه انك تنبه على العيان ما يحركش دراعه. طبعا لو هو عيان يعني ايه مش متعلم قوي بتقول له حط علاقه وخلاص، ولو ان ده مش مستحب عشان دراعه ما يتصلبش يعني، بس لو هو يعني لو فاهم بقى بتقول له ما ترفعش ايدك كتير، ما تتنش عليها، ما تنامش عليها، الكلام ده. وطبعا لازم يجي بعديها ب 10 ايام اسبوعين عشان نفك الغرز ونطمن بالبروجرامينج على الجهاز. هو اول حاجه بس في سبيشال، هي مش سبيشال سيتويشن ولا حاجه، احنا في حالات كتير جدا بنحطها رايت سايد. ده كان عيان عنده اي في نود ديزيز وساينس نود ديزيز، وكان جانكشن ريزم محتاج يركب سميكر، فحطينا له الرايت سايد. انا بس حبيت اوريكم من الرايت سايد الدنيا هتبقى مختلفه شويه يعني، هي مش اصعب بس ايه عشان ما نشتغلهاش كتير وكده بيبقى المانوفرز مختلفه شويه. بندخل الرايت سايد وهنا دخلنا رايت سايد اهو، ونفس الكلام الار اي دي يعني هنا داخلين رايت سايد. هنا عشان ما نقعدش الفانكشن ما كانتش ستريت فورورد، فعملنا فينوجرافي اهو تقريبا انا لغيتها. وبعدين الواير برضو لازم اهو بيروح الناحيه الثانيه، اهو الفينوجرافي هي هتظهر دلوقتي، الصبغه هتدخل هتظهر في الاخر، وساعات الواير كده ينط على الناحية التانية واحدة واحدة بالنتيجة لغاية ما ندخل. نيجي بعد كده الحاجة التانية في ريزيست اس بي سي. انا الحالة اللي قابلتني كان حالة انا عرضتها قبل كده واعتقد شفتوها، كانت ليفت ريزيست اس بي سي ويز ابسنت رايت سب كليفيان، كمان اللي كان الدكتور هاني اتكلم عليها، اللي هي يعني احنا قلنا الريزيست اس بي سي ده الايه الرير، ده بقى الفيري فيري رير. كان عيان 39 سنه كونجنتال كومبليت هارت بلوك، وده كان الاي سي جي بتاعه قبل ما نركب له برضو عشان اجري بسرعه. هي دي بس المنظر اللي اهم حاجه تشوفوه، ان احنا اجي ادخل عملت التو سب ليجن بانكشرز، بدخل الوايرز مش عايزه تدخل تروح للناحيه الثانيه، ف عملت فينوجرافي. ادينا شايفين الصبغه نازله فين، يعني طالعه اهي ونازله مش معديه للناحيه الثانيه زي ما الدكتور هاني شرح، ان انت بتلاقي الواير المفروض اصلا الواير ينزل هنا، واير نزل هنا مش المكان المعتاد، المفروض ينزل ناحيه السوبريور فيناكيفا والرايت ابيام، فبنسحبه عشان ينزل. ما فيش برضو اهو اهو لغايه ما نزل، هما واحد نزل والتاني هينزل بعد كده اهو. خلاص عرفت كده ان هو ليفت اس بي سي. طبعا معلومه مهمه جدا غلطه انا عملتها هنا، ان انا لما لقيت كده رحت ساحب الوايرات ورحت رايح على الناحيه الثانيه. طالما خدت اكسس لحاجه طبعا ادي ال سي اس فيري هيوج وعملاقه، وده دي حاجه كاركترستيك للليفت اس بي سي. انا بقول طالما ليك اكسس لحاجه ما تسحبش واير من حته تماما، طالما خليه مكانه وحاول ناحيه ثانيه لان انت ممكن تحتاجه. انا كنت سحبتهم ورحت الناحيه الثانيه وكانت المفاجاه ان هو كمان ده بقى اللي كان وابسنت رايت اس بي سي، يعني هما الاثنين رايحين في السي اس. طبعا انا كنت مستغرب يعني لسه المفاجاه ما كانتش يعني ما كنتش مستوعب لغايه لما بدات افهم الموقف. فخلاص بقى ما طالما كده كده اروح بقى في الناحيه اللي احنا عارفينها، فرحت رايح هنا بقى عملت من اول وجديد، دي كانت الغلطه، المفروض كنت اسيبه لغايه ما اطمن ان انا اشتغلت يمين ورحت صح وشمال هخسر ايه يعني. هنا بقى دخلنا اهو، والسيناريو بقى حاولت ان انا ازرعه يعني فكره كده ان انا احطه في السي اس اكننا بنعمل ال بي بيسنج. حاولت كتير لقيت ان هو
الليد هوريته الليد ودخلت في السي اي واير وشويه حاجات، لقيت ان هو هنا فيري ستيبل بس القرايات وحشه جدا. ولما سحبته بره هنا هنا اهو كان القرايات ممتازه بس نوت، هنا القرايات ممتازه بس نوت ستيبل ات اول. فقلت خلاص طبعا احنا ما عندناش زي ما الدكتور احمد قال، ما عندناش الار بي ليد الطويل اللي نقدر نستعمله، بس يعني اهو ربنا سهل و بشويه يعني كيرفات عملناها للستايلت عرفت ادخل للار بي ورحت زرعه هنا. طبعا انا سايب واحد في مكانه احتياطي بقى وبحاول ازرع ده لغايه ما اطمنت انه كويس، وبعدين رحت واخد التاني ورحت حاطه في الراكت. طبعا رايت اترم ده كان اسهل واحد يعني لان انا اوريدي في الراكت بس، وده كان الفاينل ريزلت. نيجي حلو بقى قوي لل الحل ده يا شيخ. الحمد لله يعني ربنا كرمنا وده كان الاي سي جي بتاعه، وبعديها بشهرين والبروجرامر كانت قريات الحمد لله كويس. نيجي بقى ايه للنايت ميرز بقى، شويه حاجات كده دي اللي احنا ايه اللي احنا ما بنحبهاش، بس انا لازم اعرضها لان احنا بنعلم بعضينا وكلنا بنتعلم من بعض. فايه وهم جم ثلاث اربع حالات كده في 3 شهور ورا بعض عمرها ما حصلت قبل كده، فايه قلت لازم اوريهم برضه. ده عيان كان ده اي سي تي الحقيقه، بس هو كان عيان اي اف وماشي يعني كانت قصته كبيره وعامل اوبن هارت وبتاع. ده منظر هيماتوما، الهيماتوما وادي منظر تاني. الهيماتوما لو انت شلت مسؤوليتها وتعاملت معاها وكنت مهتم بيها جدا وشلت مسؤوليه العيان وتعبت نفسك هتعدي على خير، اما لو كسلت وخلاص انتيبيوتيك وبتاع النايت مير هيجي لك بس بعد كده. هنا انا لقيت ان في ما هو التعامل الأمثل مع الهيماتوما؟ في ثلاثة سيناريوز. لو هي هيماتوما بسيطه ممكن افولو اب كلوزلي وانتيبيوتكس واهتم كويس جدا بالبيشنت. لو هيماتوما هيوج هيماتوما يبقى انا ساعتها بدخل اوضه القسطره وافتحها في اوضه القسطره افتح الجرح خالص خالص واروح مفضي هيماتوما واشوف لو في بليدر لو في اي حاجه ممكن تتعمل واقفل واروح مقفل كويس. اما لو زي اللي انا هعرضها دي يعني مودريت كده بسيب بفك الجزئين. ده اللي انا يعني اتعلمناه من حضراتكم يعني ومن دكتور ميربت ومن اللي انا شفته يعني خلال تعليمي في الزماله، يعني ان بنفك بروزيتين لو مودريت يعني لو انا حاسس ان هي ممكن انها تتفضى من غير ما افتح الجرح خالص. زي انا هنا رحت فكيت غرزتين وطبعا فوق العظيم شايفين التعقيم كامل. انا حبيت اوريها عشان خاطر يشوفوا الدم بيبقى طالع شكله ازاي، بيبقى عامل زي حته الكبده كده. فكيت غرزتين وطبعا المانيبيوليشن دي مش سهل يعني، انا بعمل ده عشان انا عارف انا بعمل ايه، لكن لو انا سبت مثلا حد زميلي او النايب في العنايه يعمل كده بكل بساطه هيخلع لي البطاريه بالليدز بكل حاجه. فانا بعملها ومثبت البطاريه بالهداوه ويعني يعني كنت حريص جدا. وده يعني يفضل ما الجاش الحل ده قوي يعني، هو لو هي مودريت لو هي صغيره انتي بايوتكس، لو هي كبيره قلت القسطره تتفتح، لو واحده واحده لو هي بقى زي كده يعني ممكن دكتور احمد مختلف معايا بس انا قلت يعني ده اللي كان حصل يعني. لا هو المانيبيوليشن اللي انت بتعملها دي هي مش هتحرك حاجه، ما تخافش يعني، طول ما انت عارف انت ايدك رايحه فين وبتوجه البريشر في مكان انت عارف، انت اكيد حاسس وعندك السنس بتاع القصه دي. بالضبط. لا يعني انا مش معترض، بس انا حته انه هيماتومه كبيره زي دي ما حبيتش تفتح وتشوف لو في حاجة، لأنه أنا شايف إنه لا ما شاء هو الله لا هي فيه. كان ليها تفسير، هو ده كان عامل اورتي بالد ريبليسمنت وكان ماشي على المريبان وكنا يعني كنا متوقعينها يعني ما كناش ما كانتش مفاجأة. انا جبته مخصوص يعني، انا قلت له المفروض انا اجيبه يعني بعد 10 ايام، انا قلت له تجي لي بعد 3 ايام عشان خاطر عارف ان ده هيحصل. انت وطبعا ايوه بالظبط. وده كومبريشن كويسه واهم حاجه. وانا كنت بخلي العين ده رغم انه كان ساكن ده يعني بره اسكندريه بمسافه كبيره، كنت بخليه يجي كل مثلا يومين كنت بطلع عين، بس المهم انا كنت مطمن ان ايه ان بيني فسخت الحمد لله عدت على خير. الانفكشن دي الحمد لله مش عندي، بس هو كان عيان جاي بيس ميكر انفكشن من بره كان راكبها من 5 6 شهور
وجاي بالار اي دي قراءاته وحشه جدا والجرح انفكتد. فكان القرار دي بقى ده اهو يعني باين جدا. فكان القرار، ولما خدته طلعته فوق وخدته بصيت عليه بالاقطار لقيت الار اي دي فعلا ديسلوجد زي ما البروجرامر كان قايل. طيب عملت ايه؟ كان القرار ان احنا هنعمل بقى القصه اللي قلنا عليها، هنستفيد بالبطاريه اللي موجوده ان احنا هنستعملها. ده كان محتاج اي في انتي بايوتكس حوالي 2 ويكس، ومحتاجين نسيب البوكيت ده لمده شهر ونزرع الناحيه الثانيه. طيب هيقعد في المستشفى تنفخ في رجله؟ مستحيل. فكانت الفكره ان انا استعمل البطاريه اللي هو مركبها، وهكلف نفسي ليد بس واحد جديد وهركبه جوجلر. هنا دخلت جوجلر، والحقيقه كان برضو في ستينوز هنا، بس يعني ربنا سهل مع عدنان العاديه الواير، رحت ادفانسد الشيز عدى، ورحت مدخل الليد ورحت مركب الليد من فوق اهو انت حطيت البطارية اللي هتترمي. اللي هتترمي بالظبط، قلت استفيد اه فيها بقى وصلتها كده على ال عجلت اوكي. وبرحت. ايوه كده حلوة الفكرة دي. طلعتها، ورحت مطلعها ورحت كده، والليد ده جديد عشان طبعا برضو ما استعملتش ليد طبعا جديدات اللي كانت ومحطوط على شيس عامل ازاي؟ ولا وشيس شيت. لا عادي؟ ده كانت 6 فرنش شيت عادي جدا ستة طبعا فرنش يعني. عادي خالص. اه فرنش اوكي. بس، وسبت البطارية بره كده. وسبت البطاريه بره اهو. وجيت بعد اسبوعين رحت شايل لا مش اسبوعين كمان يا ربي، شهر تقريبا او شهر اثنين، لان طمنا بقى ان خلاص الفشل راحت وكله تمام. رحنا مركبين من الرايت سايد اهو، ده الرايت سايد اهو، وسحبت. انا سحبت طبعا اللي فوق خلاص عشان ما يضايقنيش، ولان انا كنت امنت نفسي كام في التسميتر من تحت. اه بس وركبته رايت سايد وخلاص. حلوة ده الفكرة دي. اه الانفكشن والتعامل معاها، بس دي يعني مش كل السيناريو هتمشي كده، الانفكشن دي بتبقى طبعا دي اسوء حاجه يعني. نيجي بقى للبركوليشن. البركوليشن دي حاجه برضو مهمه جدا، بتنتج عن ان ممكن لزق كده او انت كنت عنيف في التعامل مع الار جي ليد. هنا دي حاله سيمبل خالص، موبس تو هارت بلوك، وجت ركبت السيكر ادي تمبل شغال. الار في ليد ما كنتش لاقي قرايات كويسه، المكان كويس بس القرايات مش حلوه. في الاولد ايج ما بيبقاش كويسين، وبتبقى الار في رفيع خالص. ف باي ذا واي، لما اجي اعمل تيست الار في في الاولد ايج، ممكن بدل ما اتست على 0.4 ملي سكند ممكن على 1 ملي سكند، لان ده بيخلي بيديني يعني على 1 ملي سكند بقدر الاقي الثريشولد واطي ومقبول ان انا خلاص اقبل ان مثلا واحد واحد اثنين واحد ثلاثه على 1 مللي سكند مفيش مشكله، لان في الاولد ايج بيبقى الميكارديوم معظمه فايبروز، وهغلى لغايه ما الاقي مكان كويس في البوينت 4. المهم هنا خلاص في الايبكس ما لقيتش مكان كويس، حطيته سيبتم كان جميل جدا وزي الفل. وبعدين لو ناخد بالنا بقى، انا عايزكم بقى تاخدوا بالكم، هرجع تاني هنا في الاول. شايفين البوردرز اوف ذا هارت حركة ازاي؟ شايفين؟ واضحة؟ الحتة اللي فوق دي؟ اوكي واضحة يا دكتور احمد، مش كده؟ نيجي بعد اه كده، واضحة. بعد ما خلصت بقى والعين كويس وزي الفل، بدأت الاقي العيان ايه؟ هو بقى سرق الحقيقة، حتى ما كانش فيه اعراض يعني، بس لان بقى خلاص فصلنا من على كده. لو ناخد بالنا البوردرز اوف ذا هارت ما بتتحركش، الهارت بيكونتراكت بسرعه لكن البوردرز ما بتتحركش. الهارت من جوه بيكونتراكت بسرعه لكن ما بتتحركش. ولقيت العيان تكي كارديك جدا، وانا طبعا كنت وصلت البيسميكر والبطاريه، فخلاص العيان بدا يبقى ايه، الساينس نود شغاله والار دي بتوصل والتكي كارديا. طبعا احنا ساعات بنلاقي تكي كارديا عاديه، لان الهارت بالبلدي عطشان كده وفي ويفز كتير، فبتوصل كلها تحت، حتى ساعتها بدي بيتا بلوكر. لكن في ال لكن هنا لقيت يعني كتير، يعني تو 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 ماتش، كان في حاجه مش رجعت نفسي تاني، لقيت فعلا البوردر الهارت مش مريحه. فاخدت فلورو بقى هاي فلورو، عرفت لقيت ان في هيمو بيريكارديا، رحت على طول مدخل، عملت دخلت الكيب تيل. والحقيقه في ساعتها
واول ما فضيتها واضح جدا الفرق، هو واضح الهارت البوردر ده اتحرك، والعلامه دي مهمه جدا ليه نحفظها، ودي اهم، دي بنقابلها في السنيكر اقل يمكن من، يعني دي ممكن نقابلها اكتر في الاي اف ابليشن واحنا بنعمل ترانسفيرتال بانكشر نكرم الهارت، فبرضه طول ما احنا شغالين دايما بيبقى علينا على البوردر اوف ذا هارت. فدي انا اهو يعني اهو ادي المنظر اهو، مفيش حركه، الهارت من جوه بيجري لكن من بره مفيش. الحمد لله بعد ما على طول عملت ال دخلت الكتيب الدنيا فرقت كتير. الحقيقه برضو في حاجه حصلت ان العيان ده دخلت الفي تي، في تي بعد ما شلت غالبا، لان كانت الكتيب عامله، انا كنت ناوي اسيب الكتيب لغايه تاني يوم واشيلها تاني يوم، لكن لما دخلت الفي تي كان واضح ان الفي تي التيك تيل بتعمل ريفليكشن لما يقارب من بره، فلما اطمنت ان مفيش اي حاجه جايه رحت شايلها خالص بقى خلاص. انا اخدت كذا صوره وبعد الفي تي بقى شلتها خالص، وبقى كان الفاينل ريزلت بقت كويسه، وعشان هنا الار دي ليد بوتر محطوط ازاي في السيستم جميل، شايفين الكيو ار اس كومبلكس حلو ازاي. يعني كان في برضه حاجه كويسه في البيشنت يعني. ده كده البروفيشن، ودينا يا ريت نحفظ المنظر ده بتاع البورتال هارت، ده النورمال كونتراكشن، ودينا شفنا لما في تنفيذ. حاجه ثانيه ممكن نيموسوركس، واحنا بنعمل سبليت فاكشر يحصل نيموسوركس. طبعا هي الحاجات دي كلها حصلت معانا على مدار يعني فتره طويله، مش كل ده ورا بعض يعني، بس انا ايه حبيت ان انا ايه اجمع كله عشان الحاجات دي لازم نشوفها عشان نعرف قيمتها، ونعرف ان الموضوع مش مجرد تدخل تزرع في سميتها في اي وقت في اي اوضه اصفر وخلاص يعني، لازم يكون انت مدرب ومعاك تيم قوي وتمريض فاهم وتبقى يعني عارف ازاي تتعامل. هنا عيان ده داخل واضح ان كنا بنحطه هنا، وكانت البنكشر واضح انها كانت صعبه بدليل ان احنا ايه عملنا بيه نوبل، وداخلين بقى حاولنا نجيب بقى ندخل على الاكزيلري من تحت والسبليجر مش جاي والكلام ده. بس لو نركز هنا ادي اللانج يعني تعتبر مش اوض قوي يعني، حطينا الاي سي دي وكله تمام. واحده واحده بص بقى العيان بدا يبقى ديستريس، وخدنا فلور هاي ريزوليوشن فلورو، لقينا بقى ايه المنظر ده اير ميالي في الـ ده اللي هو المنظر النيموسورس. برضو ما نكبرش، دي اهم حاجه، الاقي كاردياك تامبونات ما اقولش خلاص ان شاء الله يقفل واروح مطلع العيان لانك هتجيله تاني، ما كبرش. طالما العيان فيه كومبليكيشن لازم اتعامل معاه لغايه اخر خط، ما خدش، لان انا لو لقيت نفسي ما عنديش، انا مش عارف اعمل بيريكارديال فانكشن، ما عنديش خبره في القصه دي، اجيب حد يعملها، لكن ما اطلعش العين كده واقول ما هو لان هو هيموت بعد كده، هيموت، لا انت انقذه في اوضه القسطره واتعب شويه واعمل مجهود عشان تخلص المشكله في ساعتها. هنا اللي كان فيه نيمو سوركس، جبنا حد كارديو سوركس عمل له تيوب، ركب له تيوب، وهنا شايفين اهو الاير نازل يبقلل اهو جميل جدا، كل ده بيطلع ده لازم يعني. وبعدين وصلناها شويه والصوره الحمد لله اتحسنت خالص بعد كده، وشلتها شلت التيوب بعد يومين وخلاص. ليه دي سلوتر؟ ممكن الليد يقع بعد ما تخلص العيان ويطلع العنايه، الليد يقع هو اثناء وجوده في المستشفى. فلو انت شغال وحاسس ان انت واثق، عاده العيان في سنيكر ممكن يدخل الصبح يعملها ويخرج اخر اليوم، لكن لو قلقان او حاسس ان كان في مشكله حبيت تخليه ثاني يوم خليه ثاني يوم، مفيش اي مشكله. هنا كانت ست الكيس خالص، دي كانت ست عندها ساينس نود ديزيز وايدي نود ديزيز، وكانت شويه تبقى جانكشنال شويه تبقى سلو ابدال رينج، فكان القرار ندخل لها بيسميكر. الفكره الاوبريتور هنا سحب، شايفين دي سحب الجي شيب ستايلد بسرعه يعني، ما اداش فرص ما خدهاش على الهادي، سحبها بسرعه والعمليه كملت وكله تمام. وادي الحركه اللي احنا بنحبها في الار اي ليد اللي هي الويند شيلد دي، ان نحس الليد رايح جاي زي ما سحب العربيه كده، والدنيا كويسه مفيش مشاكل. وبعدين بعد للاسف رسومات القلب طبعا من الخضه وكده
ما راحت. لازم طبعا نعمل فولو اب برضو بعد ما تطلع العيان، تعمله اي سي جي في العنايه وتخلي الممرض يجيبه لك عشان خاطر تطمن ان كله تمام. لقينا ان في الاي سي جي ان في ويفز لوحديها اكنك بتركب في دي اي وفي سبايكس في النص، فده طبعا ادانا انديكيشن ان ممكن يكون فعلا الار اي عمال يدي سبايكس كده على الفاضي والفي ويفز لوحديها، وهو الار في هو اللي شغال اكنه في دي اي. جبنا البروجرامر اكد الكلام ده، فرحنا مدخلين تاني ساعتها، وفعلا كان الار اي ليد وقع تحت. ف واحدة واحدة رحنا معدلين ومدخلين الجي شيب، بس بقى مقاس تاني كده، واهو بحاول اطمن ان انا يعني انا بقى ايه تاني مرة بقى، فلازم الواحد ايه يتأكد يبقى مرتاح يعني بقى داخلين مخصوص عشان الار اي ليد اهو، لغاية ما اهو دي الحركة اللي احنا بنحبها اللي هو يبقى رايح جاي كده، وقسنا وقسنا القياسات بتاعته اهو، وادي السكرو طالع، وادي التست اللي بنعمله واحنا خارجين هنا بقى طلعناه بالراحة والامور تمام. وده في الفولو اب اهو، هي اللي هي كانت اصلا ساينس فود ديزيز، فكانت محتاجة تبقى يعني كانت هتبقى اي فيس بي فيس او بي سنس، وادي هي اهي الاي سي جي باين سبايك بي ويف، وبعدين في ار سبايك بي ويف، يعني كانت اصلا موتلي اي فيس بي سنس بس كده تمام. فيعني هي تيك هوم مسج بالنسبه للبيس ميكر امبلانتيشن، اهم حاجه ونمره 1 2 و3 و10 الانفكشن، ان احنا ناخد بالنا من التعقيم وما نشتغلش غير في مكان معقم، والستاف كله يعني انت ما ينفعش تبقى انت بقى يعني بروف في التعقيم ورايح تشتغل في مكان الناس ما عندهمش اي فكره عن اي حاجه ولا فاهمين اصلا ايه البيس ميكر ده، هيبوظوا لك الدنيا. والحاجه الثانيه ان احنا نمشي بالستبس ستيب باي ستيب زي ما اساتذتنا علمونا، ما فيش حاجه اسمها انا عايز اخلص البيس ميكر اعمل ريكورد ان انا خلصت البيس ميكر في ساعه الا ربع، ده ولا هيفرق مع اي حد في اي حاجه. انا لما اخد اركبه في ساعه ونص ساعتين على مهلي وبالراحه ومطمن ان كل حاجه راكبه في مكانها وان انا مطمن، طبعا يعني مش 10 ساعات يعني، برضه اخد بالي ان عيان البيس ميكر يوجوالي بيبقوا اولد ايج وبيبقوا فراجايل وما بيبقاش مستحمل النوم على الترابيزه، بس اهم حاجه ان انا اخد وقتي عشان خاطر كل خطوه هتاكد منها هتفيدني بعد كده، اي خطوه انا هكروتها ممكن تعمل لي مشاكل بعد كده. ولازم اكون زي ما انا شاطر يعني زي ما الواحد بيتشطر في الترتيب، لازم يفهم البروجرامينج كويس. البيس ميكرز مش ترتيبه فقط، ترتيب وبروجرامينج، العلم اهم جدا من الترتيب. الترتيب زي ما احنا شفنا اهي كلها شويه حاجات يعني ستيبس بتعتمد على شويه سكيلز بنتعلمها وكلنا بنتعلم من بعض وخلاص، لكن العلم نفسه بتاع الاليكتروفيسيولوجي ده مهم جدا ان انا افهم يعني ايه. انا مثلا اعمل بيسنج والاقي العيان دخل في اس ستول، ده لان البيس ميكر اللي انا مركبه ارى السبايك ارى الاستيمولاي انا عم مديها من الكابل اي اس، فراح هو عامل انهيبيشن. في حاجات كده ترابل شوتينج دي بقى في البروجرامينج الكلام ده لازم نعرفينها، فالعلم ده مهم جدا، البروجرامينج لازم نعرفينه كويس جدا، لان ده الجزء اللي هو نقول 70% من كمكمل للبيس ميكنج بس كده. ثانك يو شريف، أنا بحييك جدا جدا جدا، الحقيقة محاضرة رائعة رائعة.